السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام ومجددين اللقاء بكم في برنامجكم طبابة، حيث عيادتكم المسموعة. معي أنا عادل برباع، يا هلا فيكم. نسعد بالاستماع إلى أثير الإذاعة عبر الراديو المذياع وأيضا عبر الرابط الإلكتروني alif.fm.com. وكذلك تقدروا تنزلوا التطبيق الخاص بالإذاعة حتى تسمعونا وين ما كنتم. خليكم قريبين، موضوعنا جدا مهم. وأكيد إذا كنتم بحاجة إلى التواصل معنا، عندكم الرقم الهاتفي وعندكم أيضا التواصل بالرسائل النصية عبر واتساب الإذاعة. الهاتف هو 9200 660 12 9200 660 12. أما واتساب الإذاعة 0556689001. مرة أخرى 0556689001. تحت رعاية سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وتماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030، تم إطلاق برنامج التحول في القطاع الصحي كأحد أهم البرامج التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة واستيعاب طموحاتها وتلبية متطلباتها. ويهدف البرنامج إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، ما يساهم في تعزيز مكانته وتفعيل مقوماته كنظام صحي فعال ومتكامل يرتكز على صحة المستفيد بالاعتماد على مبدأ القيمة المحصلة من المخرجات. وحديثنا مستمعين الكرام حول هذه المستهدفات التي وضعتها نصب عيونها دولتنا الرشيدة، نتحدث عن الرعاية الصحية التي أولتها دولتنا الرشيدة حفظها الله، بأن أطلقت عبر التحول واشتملت على مبادرات وإصلاحات استراتيجية من شأنها أن تحقق الحالة أو التحقيق المستهدف في الصحة. وعنواننا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة فريقك الطبي لك ولعائلتك. وضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور مهدي بن محمد الراجحي، استشاري طب الأسرة ومدير إدارة الرعاية الأولية المحسنة والمشرفة على مشروع طبيب لكل أسرة بتجمع جدة الصحي الثاني. حياك الله دكتور مهدي، سعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة. الله يحييك أستاذ عادل، أنا سعيد جدا بتواجدي معاكم في إذاعة ألف ألف أم ومع شخصك الكريم، وإن شاء الله نقدم ما يليق بمستوى وما يفيد المستمع الكريم بإذن الله تعالى. حقيقة وإحنا نطلق هذا العنوان متشوق بشكل كبير على المستوى الشخصي وكذلك المستمعين الكرام، أن نعرف يعني تواجد الفريق الطبي لكل مواطن ولكل من يرغب ب يعني الخدمة الصحية وكذلك لعائلته. ودنا نأخذ هذه الرحلة انطلاقا من تواجد المراكز الصحية ومن التجمعات أيضا الصحية التي بدأت مؤخرا تعطي الرعاية الصحية عبر المراكز الصحية عودتها القوية والتي تحقق الأهداف بشكل قوي. جميل، بداية من منطلق رؤية 2030 في وطننا الغالي وتحت رعاية سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، انطلقت مشاريع التحول الوطني على مختلف المستويات والمجالات وأيضا القطاعات في بلدنا ووطننا الغالي. من ضمن هذه المجالات اللي هو مجال القطاع الصحي. القطاع الصحي الآن مفهومه أشمل وأوسع وأكبر من السابق، يهدف إلى تجويد الخدمة الصحية ورفع كفاءتها، تفعيل كافة القطاعات المندرجة، التوسيع من الخدمات الموجودة حاليا، تفعيل دور الكفاءات الوطنية والمستفيد، ولعلي أسميه مستفيد هنا في هذه اللحظة لأنه مسمى المريض المراجع للمنشأة الصحية لم يعد موجودا كالسابق، الآن أصبح المفهوم أشمل من ذلك. من هذه الملفات وملفات التحول كان عدة ملفات لعلنا نسردها سريعا، اللي هي مبادرة حوكمة القطاع الصحي، ومبادرة نموذج الرعاية الحديث، أيضا مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية، ومبادرة التأمين الصحي الوطني،
ونماذج التمويل الجديدة، مبادرة الصحة الإلكترونية، مبادرة القوى العاملة، وأخيرا وهذا لعله مدخل لنا في موضوعنا لهذا اليوم اللي هو مبادرة إصلاح وإعادة هيكلة الرعاية الأولية. نعم. من هذا المنطلق تحديدا أصبح دور الرعاية الأولية حيوي أكثر، مهم جدا، ويعتبر أحد المداخل الرئيسية إن لم يكن هو المدخل الرئيسي للحصول على الخدمة الطبية الصحية من المنشآت، بحيث انطلق برنامج كبير يسمى أو تحت عنوان طبيب لكل أسرة. هذا البرنامج هو مطبق على جميع ما نسميه اليوم التجمعات الصحية. طيب ما هي فكرة التجمعات الصحية؟ الوزارة الصحة مشكورة بالتعاون مع الكيانات المختلفة في وطننا الغالي أطلق اللي هو شركة الصحة القابضة. شركة الصحة القابضة تندرج تحتها عدة تجمعات يبلغ عددها حاليا 20 تجمع موزعة على مناطق المملكة. في بعض المناطق يكون فيها أكثر من تجمع، وبعض المناطق يكون فيها تجمع، والعدد إن شاء الله في قابل للتوسع أيضا مع توسع الخدمات. احنا اليوم في تجمع جدة الصحي الثاني لدينا المشروع هذا يغطي أكثر من 38 مركز رعاية أولية، تشتمل معظمها في محافظة جدة وكذلك محافظة رابغ، تعنى بتقديم الخدمات الأولية والثانوية والمتقدمة وكذلك الرعاية المنزلية. هذا المشروع تحديدا يعمل على أن يكون تركيزه الأساسي وانطلاقته من مراكز الرعاية الأولية، وهذه من مبادرة إعادة هيكلة الرعاية الأولية. يندرج تحته العديد من المبادئ والمحاور والمستهدفات والخدمات لعلنا نأتي إليها تباعا. نعم، بارك الله فيكم. يعني المراكز الصحية الآن يعني عودتها بقوة مرة أخرى، كيف تم الآن تحديث هذه المراكز حتى تعود بما كانت عليه سابقا؟ جميل. المراكز الصحية هي موجودة من السابق وتقدم خدمتها بالشكل الجيد. التطوير والتحسين اللي حاصل الآن هو بمشاركة مختلف قطاعات وكيانات الدولة. نعم. من وزارة التعليم، من وزارة الصحة، القوى البشرية والقوى العاملة، وكذلك اللي هو استثمار في الكوادر الوطنية، تعزيز البنى التحتية لهذه المراكز الصحية، تعزيز نطاق الخدمة وتوسيعه. لعلنا ذكرنا سابقا اللي هو مبادرة نموذج الرعاية الحديث، نموذج مبادرة رعاية نظام الرعاية الحديث لو نتكلم عنه لم يكفي ساعات حقيقة من غزارة التفاصيل والفوائد اللي تندرج تحته. من ضمن هذه الأمور اللي هو استثمار المراكز الصحية ومراكز الرعاية الأولية بحيث تشتمل على كافة الخدمات التي يحتاجها المراجع أو المستفيد كما ذكرنا، من خدمات علاجية، خدمات وقائية، خدمات التحصينات، كذلك متابعة الحوامل، كذلك عيادات الطفل السليم، أيضا الخدمات الوقائية الاستكشافية مثل الفحص المبكر عافانا الله وإياكم المستمعين من سرطان الثدي وكذلك سرطان القولون وغيرها من الخدمات. نعم، يعني احنا لما نتكلم عن مراكز صحية هل معنى ذلك انها تكون البديل عن ذهاب الشخص الى المستشفيات او كذا، ام انه لا لابد ان يكون المركز الصحي هو المنطلق؟ يعني ما هي الفكرة التي ممكن ان نوصلها للمستمع؟ المراكز الصحية في نظام او مشروع طبيب لكل أسرة ستكون بمثابة المدخل الرئيسي للخدمة الصحية، دورها حيوي مستمر حتى بعد إحالة المريض المستشفيات والخدمات التخصصية. عودة المريض إلى المركز الصحي هي الأساس في الموضوع هذا. الخدمات الروتينية موجودة في المراكز الصحية، الخدمات الفحوصات والخدمات المخبرية لابد أن تكون متوافرة بين في متناول المستفيد والمراجع، أيضا موجودة في المراكز الصحية. تعزيز هذه المراكز الصحية بالتوسع في الخدمات. دور المراكز الصحية الآن أصبح أكثر حيوية كونه هو المعالج والمتابع والمقدم للخدمات الموسمية، كذلك على سبيل المثال خدمات تطعيمات الحاج، كذلك موسم رمضان المبارك، كذلك المواسم اللي بنمر عليها مثل حاليا موسم اللي هو الفحص الاستكشافي للصحة المدرسية، أوقات ما قبل التوظيف والعمل، فحوصات الوظائف وغيرها العديد من الخدمات. نعم. الآن يعني استحدث ما هو ما اللي هو موضوع الفريق الطبي يعني للفرد وكذلك للعائلة، نبغى نأخذ كذا مدخل عن هذه الفكرة. جميل. المدخل حقيقة من عنوان الحلقة. نعم. فريقك الطبي، فريقك لشخصك وأيضا لعائلتك. نعم. الفريق الطبي، الكوادر اللي موجودة حاليا في المراكز الصحية فعلت بشكلها الكامل. نعم. حيث
أيضا تم استعداد أدوار جديدة كلها متكاملة فيما بينها، بحيث أن يكون الفريق الطبي في المركز الصحي الواحد يحتوي على عدة أعضاء، لعلنا نذكرهم تباعا: الطبيب وهو قائد الفريق، كذلك كادر التمريضي، وكذلك المدرب الصحي، وهذه من المسميات أو الأدوار المستحدثة، وأيضا منسق الحالات. الفريق الطبي يعمل بشكل متكامل حتى يحصل المريض على خدمته المتكاملة، لم يعد الموضوع مجرد زيارة المراجع للمركز الصحي لأخذ دواء أو لعمل تحليل معين ثم يذهب إلى منزله. الفريق الطبي الآن يعمل بشكل أوسع، يقدم الخدمة بشكلها الكامل في المركز الصحي، ويقدم خدمة استباقية من خلال العيادات الافتراضية على سبيل المثال للمراجع وهو في منزله. وطننا الغالي، أخواننا وأهلينا، فئات مختلفة، فئات عمرية مختلفة، فئات صحية مختلفة، كل له شأن وكل له وضعه الخاص. صحيح. لا يمكن أن ندرجهم كلهم في نطاق ونموذج عمل واحد، فبالتالي من هنا أتت مبادرة العيادات الافتراضية للوصول إلى المراجع. اليوم لو افترضنا على سبيل المثال راجع مراجع معين ومستفيد معين للمركز الصحي، يؤخذ بعين الاعتبار وضعه الطبي الأساسي، ويأخذ كذلك وضعه الطبي اللي هو أصلا شكواه الرئيسي اللي هو جاي فيها للمركز الصحي، أيضا وضع العائلة لديه. كثير من الحالات يكون العلاج فيها مبكرا أفضل بكثير من التدخل المتأخر، حتى يكون في تلافي بمشيئة الله للمضاعفات المستقبلية. الوصول للفئات المستهدفة من الأطفال مثلا، من الحوامل، من النساء، كبار السن، وتكون الخدمة هنا استباقية حتى يكون الناتج وجودة الخدمة أعلى. هنعيش هذه الرحلة معك دكتور مهدي، بحيث أنه كيف ممكن أن يستفيد المستفيد كما سميته، وليس المريض أو المراجع، وهذا مسمى جدا جميل ورائع أن يكون لكل من أراد أن يستفيد من المراكز الصحية، بحيث أن يكون بإذن الله ضمن المستفيدين للفريق الطبي له ولعائلته. هنخرج لفاصل مستمعين الكرام ونعود إليكم، لا تروحوا بعيد. حياكم الله مستمعينا الكرام، وما زال حديثنا اليوم في هذه الحلقة عن فريقك الطبي لك ولعائلتك، وضيفنا هو الدكتور مهدي بن محمد الراجحي، استشاري طب الأسرة ومدير إدارة الرعاية الأولية المحسنة والمشرف على مشروع طبيب لكل أسرة بتجمع جدة الصحي الثاني. أنا شدني موضوع الرعاية الأولية المحسنة، كيف تعطيني فكرة عنها دكتور؟ الرعاية الأولية في مفهومها الدارج والمعروف اللي هي تشتمل المراكز الصحية، المنشآت الصحية الأولية بشكل عام. الرعاية الأولية المحسنة، وهذا من مفاهيم رؤية وطن الغالي 2030، اللي هو استثمار الفرص الممكنة وزيادة الفائدة من الفرص المعمول بها حاليا. على سبيل المثال مشروعنا اليوم هو أحد مبادرات هذه الإدارة ومبادرات نموذج الرعاية الصحية. الهدف منها هو توسيع نطاق الخدمة بشكل أكبر، العمل على تحسين جودة الخدمة من خلال الخدمات المساندة في المركز الصحي وفي المستشفيات، كذلك أيضا العمل على استثمار الكوادر الوطنية الممتازة حقيقة واللي قدمت حقيقة على أرض الواقع مستويات عالية من الخدمة الطبية والفوائد للمراجعين. أيضا من المستهدفات في الرعاية الأولية المحسنة اللي هو تقييم المراكز الرعاية الأولية اللي هي البنية التحتية لهذه المراكز الصحية، حتى تطرح فيها المشاريع المستقبلية. فهو حقيقة إدارة تعمل جنبا إلى جنب وبشكل متداخل بشكل كبير جدا مع كافة إدارات المراكز الصحية وأيضا المستشفيات. نعود إلى موضوع مشروعكم الرائع والرائد، مشروع طبيب لكل أسرة. حقيقة مشروع جبار أنه تقوموا بهذا الأمر. ودنا نعرف ويعرف المستمع الكريم والمستمع الكريمة كيفية البدء برحلة وجود هذا الطبيب الذي سيشرف على حالات الأسرة، على أفرادها، من أين يبدأ؟ حقيقة أشكرك على مسمى رحلة، لأنها هي فعلا رحلة. هي رحلة المراجع أو المستفيد. رحلة المستفيد كما نعرف سابقا أنها تبدأ من الاستقبال أو محطة الاستقبال في المركز الصحي. اليوم احنا نوسع هذا المفهوم، الرحلة تبدأ من المنزل.
يملك جميعنا تطبيق صحتي في هواتفنا النقالة. نعم. بالإمكان الدخول على تطبيق صحتي، الدخول على ملفي الطبي، وهنا كانت البداية من مبادرات رؤية 2030 هو الملف الطبي الموحد. جميل. ملف الطبي الموحد يشمل جميع بيانات المستفيد وذويه وعائلته. نعم. فمن خلال هذا التطبيق تستطيع أنت أن تختار المركز الصحي الأقرب لعنوانك الوطني، سيظهر لك قائمة بالفرق الطبية المتوفرة في هذا المركز، وهذه هي الخطوة الأولى بأن يختار المراجع فريقه الطبي. نعم. في حال أن المراجع لم يتمكن أو ما عنده خلفية تامة بالموضوع هذا، بمجرد أخذه لموعد في المركز الصحي المجاور لمنزله والدخول إلى المركز المنشأة الصحية والوقوف أمام محطة الاستقبال تحديدا، وأنا لعلي أوصفها كأنها رحلة فعلا. صحيح. الشيء المعروف سابقا أن المراجع بيسجل وبيدخل على محطة الفرز مباشرة وبيدخل ليأخذ خدمة الطبية ومن ثم الصيدلية عنده في المركز الصحي ثم يعود إلى منزله. حاليا الموضوع توسع بشكل أكبر، المراجع يدخل محطة الاستقبال بيسجل دخوله أو وصوله حسب موعده، بيسجل من خلال موظف الاستقبال وتوعيته كذلك في حال لم يكن على دراية بمشروع طبيب لكل أسرة، بيسجل على أحد الفرق الطبية وبيسجل زيارته هذه كذلك على هذا الفريق، ومن ثم ينتقل إلى المحطة التالية هي محطة الفرز العلامات الحيوية. نعم. وهذا جزء وركن أساسي جدا من تقييم الوضع الأساسي للمراجع أو المستفيد. أي. فلو أعطينا على سبيل المثال هذا المستفيد لأول مرة يزور هذا المركز الصحي، خلال مسيرته إلى أن يصل العيادة فعليا ملفه الطبي بدأ يكتمل. أي. حتى لما يصل إلى محطة اللي هي العيادة الطبية تكون الصورة شاملة وواضحة. نعم. الفرز الطبي بيعمل على فرز علامات الحيوية مثل التنفس والضغط ونبضات القلب، كذلك الطول والوزن، كذلك متوسط الكتلة الجسمانية للمراجع، ثم ينتقل إلى العيادة. نعم. عند وصوله للطبيب، الطبيب بيعرف بنفسه، بيعرف بفريقه الطبي، وهنا تكون أولى رحلات التعرف على الفريق الطبي بشكله الكامل. جميل. بحيث أنه مر على جميع الأدوار الرئيسية في الفريق الطبي. يا سلام، أنت تقول لي يعرف الطبيب بنفسه، عادة يعني وبفريقه الطبي. الله، يعني كأنه ترى مو إحنا مو الطبيب فقط اللي راح يتعامل معك، لا، إحنا مجموعة كفريق راح نتعامل معك أيها المستفيد. أكيد أكيد طبعا. فشدني موضوع إنه فريق حيتعامل معك، وهذا يجعل الواحد كذا يشعر إنه أنا محظي بفريق متكامل، وليس إنه والله مجرد طبيب وتواجد أو غير متواجد، يعني الأمر معلق بهذا الطبيب فقط. أكيد طبعا. أي. هو فريق طبي محور الاهتمام فيه هو هذا المستفيد. يا سلام. عندما يعرف الطبيب أو حتى التمريض بفريق الطبي وأنه أنت مسجل مع الفريق رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة حسب تنسيق المركز الصحي، نعم، يتم التعريف بأدوار الناس اللي موجودين في الفريق الطبي، فالطبيب بيبلغه بأنه لست مجرد طبيب لك، أنا أيضا أعتبر معالج وأعتبر كذلك جزء من المنظومة، وأنا أعتبر مثل الظل في المنشأة الصحية الذي يسير معك خطوة بخطوة. أي. فيكون بعد التشخيص وبعد التقييم الأساسي للخدمة نأتي هنا إلى الخطة العلاجية. نعم. الخطة العلاجية سابقا أن يأتي المراجع أن يأخذ العلاج ويذهب المنزل، اليوم لا، الآن في تشارك في الخطة العلاجية، بمعنى هناك الشكوى الرئيسية اللي يأتي فيها المراجع للمنشأة الصحية، هذه تأخذ بعين الاعتبار أولا. نعم. ومن ثم تأتي الخدمات اللي سبق ذكرناها الإضافية التي يقدمها الفريق الطبي. لنفترض أن المراجع أو المستفيد راح قال أنا أشكو من صداع نصفي مثلا. يعني كيف يبدأ الفريق الطبي أو الطبيب في التعامل مع هذا المستفيد؟ ممتاز. بعد تناول الشكوى الرئيسية. أيوة. وأخذ نواحيها من تاريخ مرضي وفحص سريري وجميع النواحي المحتملة وكذلك الفحوصات المخبرية، يتم التأكيد على هذا المستفيد حسب فئته العمرية، حسب الجنس، حسب التاريخ المرضي للعائلة، حسب النواحي الأخرى مثل الحساسية من بعض الأدوية، الاحتياجات مثلا لو افترضنا هذا المراجع لديه لا سمح الله مرض وراثي في العائلة يجب تناوله، لأنه هو جزء أساسي من شكواه الرئيسية في العلاج، حتى لا يصبح هناك تداخل في العلاجات على سبيل المثال. وأيضا استباقيا بأني لو افترضنا هذا الرجل يبلغ من العمر 52 سنة على سبيل المثال، فيطرح عليه أيضا خدمات استباقية مثل الفحص المبكر لسرطان القولون. وهذا جزء أساسي، مع العلم بأن المراجع لم يأتي لهذا السبب جملة. نعم. وتفصيلا. نعم، مو لسبب آخر. فيبدأ الآن يتوعى هذا المستفيد بأهمية دوره كجزء ومحور اهتمام في هذا الفريق الطبي.
أيضا لو افترضنا أنه هو في هذا العمر وأخذ سرطان اللي هو الفحص المبكر سرطان القولون، أيضا ينوه كذلك على بعض التحصينات الهامة. إحنا اليوم نتكلم عن تحصينات الحزام الناري، جزء مهم جدا ومن الرعاية المتكاملة لهذا المراجع. بعد ذلك توضع له الخطة العلاجية كاملة، ولازم يشرك فيها هذا المراجع أو هذا المستفيد. لماذا؟ لأنه إحنا نتكلم عن كيان بشري، إنسان لديه ثقافة وتقاليد ولديه دين ولديه مفاهيمه في الحياة، فلما نجعل الموضوع يتداخل بحيث قد يؤدي هذا الأمر إنه المراجع لا يأخذ الخطة العلاجية بشكلها الكامل لسبب أو لآخر. عند إشراكه يصبح المستفيد مؤمن تماما بأهمية الخطة العلاجية الموضوع له، حتى يسير بها مع الطبيب ومع الفريق الطبي. بعد ذلك يوجه إلى إما المختبر أو إلى الوصفة الدوائية. المختبر اليوم احنا نتكلم الحمد لله في توسع واضح وكبير جدا في الخدمات والتحليل التي توضع في المراكز الصحية عن سابق عهدها. فهذا يوسع ويجعل صورة الرعاية شاملة أكثر ومتوسعة أكثر. إضافة لذلك الخدمات والوصفات الدوائية، سابقا كانت الصيدليات في معظمها داخل المنشآت الصحية. اليوم احنا نتكلم عن خدمة وصفتي. خدمة وصفتي فتحت ووسعت الآفاق للأمانة، أصبح المراجع يستطيع أخذ معظم إن لم يكن كل أدويته التي يحتاجها لشكواها الرئيسية أو لشكوى أخرى من خلال خدمة وصفتي. يأخذ رقم الوصفة عبر تصل رسالة عبر الجوال، وكذلك يأخذها تأكيدا من الفريق الطبي في حال المشاكل التقنية مثلا، ويتوجه لأقرب صيدلية تندرج تحت خدمة وصفتي فيأخذ أدويته ويستطيع أنه يستخدمها بكل سهولة ويجددها ويتابع معها. هنا المفهوم الرئيسي أنه هنا انتهت الخدمة. اليوم احنا نتكلم هناك مراحل إضافية، الفريق الطبي يقدم مراحل إضافية اللي هي المسميات الجديدة. طب انا حاخذ هذه المراحل الإضافية، متشوقين ان نعرفها اكثر، لكن بعد الفاصل. ابقوا معنا مستمعينا الكرام. رحلة رائعة حقيقة مع الدكتور مهدي بن محمد الراجحي، استشاري طب الأسرة، في تعريفه لنا مع هذا الفريق الرائع، الفريق الطبي للشخص ولعائلته، وأن يكون لكل أسرة طبيب. وبدأ معنا هذه الرحلة الماتعة، وصلنا إلى ما بعد أن يأخذ رسالة وصفتي بحيث أنه يتلقى الأدوية المطلوبة والعلاج المطلوب. هل هي تعتبر نهاية المطاف أني أنا والله استلمت أدويتي والحمد لله شكرا أعطيكم العافية، ولا لا حيدخل في مرحلة كذلك جديدة؟ جميل. المرحلة هذه هو فعليا استوفى الخدمات الأساسية. نعم. القادم هو جوهر هذا المشروع، من جواهر هذه المشروع اللي هو الأدوار التي أضيفت مؤخرا مثل المدرب الصحي وكذلك منسق الحالات الطبية. ما الفرق بين المدرب الصحي والمثقف الصحي؟ المثقف الصحي دوره مهم ومحوري، وكذلك المدرب الصحي، ولكن احنا لما نتكلم عن المدرب فاحنا نتكلم علاقة المدرب مع هذا المراجع تحديدا باسمه. المثقف قد يتحدث في أعداد أكبر وفي حشود أكبر، ولكن هذا المدرب هو بيعمل على تكوين خطوة أو نمط صحي غذائي سلوكي لهذا الشخص بعينه، كأنه كوتشنج. كأنه كوتشنج، وهو لذلك اسمه المدرب. المدرب الصحي. نعم نعم، هذه من الخدمات المساندة. نعم. وهي تسهم بشكل كبير جدا في تحسن حالة المراجع. ايه. سابقا كان يوضع جم هذه المجهودات هي على الكادر التمريضي والكادر الطبي اللي هو الطبيب. نعم. الآن في تشارك في التوائد، ويعطى الوقت الكامل حتى لا يضغط وقت الاستشارة الطبية في أمور قد تكون أساسية ومساندة في وقت في وقت واحد. أيضا موجود اللي هو منسق الحالات الطبية. منسق الحالات الطبية محاور عمله رئيسية وجوهرية حقيقة. متى يأتي دور المنسق؟ يأتي في الزيارة، احنا نتكلم هذه الزيارة تأسيسية. الزيارة التأسيسية تأتي في نهاية المطاف، ولكن في الزيارات الثانية والثالثة تأتي في البداية وفي النهاية كذلك. حسب أدواره. بمعنى المنسق، منسق الحالات الطبية أول شيء يستقبل المراجع قبل أن يغادر هذا المركز الصحي وهذه المنشأة الصحية. نعم. وهذا المنسق على علم ودراية بأن هذا المراجع أو هذا المستفيد مسجل على الفريق الطبي رقم، لنفترض رقم 2. إذن أنا مبدئيا بأخذ منك أنت كمستفيد بعد ما استوفيت جميع مراحل هذه الزيارة، وأعرف الخطة العلاجية اللي أنت موضوع لك، ومن الآن أنا أعمل على حجز موعد لك لمتابعة في المرة القادمة. نعم. هذا أمر. أمر آخر، لو في حال احتاج المراجع إلى أي حالة طبية لأحد الخدمات التخصصية أو حتى في المستشفيات الرئيسية، يعمل يدا بيد مع المستفيد حتى
يتم تسهيل الحصول على موعده وإحالته والوصول إلى المستشفى ومن ثم أخذ بالتغذية الراجعة من العيادة التخصصية أو المستشفى للفريق الطبي لتضمين ذلك في ملف المراجع الطبي. من هنا نكون فعليا قد انتهينا من الرحلة في داخل المنشأة. الآن المراجع يغادر المنشأة وهو على علم ويقين تام كامل بكافة نواحي خطة العلاجية. أنا متى ممكن أراجع الطبيب في الفترة القادمة؟ ما هي الحالات التي تستدعي أني أراجع في بشكل مبكر أكثر؟ مثلا لا سمح الله طرأ أعراض معينة، طرأ مشاكل صحية معينة. وعلك أنت ذكرت نقطة مهمة اللي هو على سبيل المثال الصداع النصفي. الصداع النصفي بحد ذاته لديه أسباب عدة، منها ما هو روتيني ونسميها الحالات الباردة نستطيع التعامل معها، ومنها ما جرى الله وإياكم، منها اللي هي الأعراض التي تدل على وجود مشكلة أكبر. فهذه كلها يكون المراجع ملم فيها. من هنا المراجع يذهب إلى منزله بعد أخذه للدواء من وصفته حسب الصيدليات المسجلة مع الخدمة، ويكون على يقين تام. وهذا الدور الرئيسي لو رأيناه حتى اقتناعه وراحته النفسية الآن في أبهى صورها. جميل. هذا كله في داخل المركز، وما بعد ذلك حتكون في متابعة إذا رجع يعني دور طبيب الأسرة أو الفريق الطبي اللي حيكون متابع مع هذا المستفيد. جميل. ومهم جدا هذه النقطة، لأنه احنا ذكرنا في بداية الأمر أن هناك فئات مختلفة من المجتمع. في كبار السن، في ذوي الاحتياجات الخاصة، في من لا يستطيع الوصول إلى المركز الصحي في الوقت والموعد المحدد له. أن هنا أتى جوهر العيادة الافتراضية. العيادة الافتراضية اليوم احنا نتكلم عن نمطين من العيادة الافتراضية، في لدينا العيادة الافتراضية الهاتفية ولدينا العيادة الافتراضية اللي هي المسجلة بالفيديو أو صوت وصورة. كثير من المراجعين لا يستطيع مراجعة المركز الصحي مثلا أكثر من مرة مرتين تبعا لظروفه الخاصة. ظروف عمله، ظروفه السكنية، ظروفه الاجتماعية أو الصحية لا يستطيع أنه أكيد طبعا. أو كبير سن مثلا لا يستطيع التنقل بسهولة، أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يجد صعوبة في التنقل. اليوم هذا دور الفريق الطبي يعني يصل إليه في مسكنه من خلال العيادة الافتراضية. الوصول إلى جميع الخدمات الأساسية التي ذكرناها سابقا في رحلته أو زيارته للمركز الصحي. احنا دائما نفضل ان تكون الزيارة الاولى زيارة حضورية حتى يكون التقييم الاساسي. ومن ثم يسجل في ملفه كل مستفيد وقدرته على المتابعة في المركز الصحي من عدمها. وهذا يرسم خط واضح. احنا لما نقول فريق طبي، طبيعة الانسان انه في وظيفته في عمله بيمر باوقات مثلا الاجازات السنوية، انقطاع الخدمة لظرف او لاخر. سابقا كان هو الفرد الواحد مقابل هذا المستفيد. فمجرد ذهابه لظرف أو لآخر خارج مركز صحي لو يتمتع بإجازة السنوية، يدخل المستفيد في حالة من الحيرة. أنا أكمل على العلاج اللي بيوصف لي طبيب آخر، ولا أنا أنتظر الطبيب وأخاف تأخره يؤثر على صحتي. لكن مفهوم الطبيب لا، هو بيعمل أنه حتى الفجوات هذه يعمل على أغلاقها، فهو فريق. لو غاب منه عضو فيوجد من يغطي فيه، والملف واضح جدا. هذا نظام أكثر من كونه اجتهاد، فالاجتهادات تتسم بالفردانية أكثر. ولكن لما يكون هناك نظام لسبب أو لآخر، النظام مطبق ومستمر. حتى لو هذا المراجع راجع في أي مكان آخر غير مركز الصحي أو خارج مدينته وداخل حدود وطننا الغالي، الصورة كاملة جدا للطبيب اللي بيعالجه، حتى لو كانت حالة طارئة في المستشفى. وهذا من جوهر العمل في هذا النموذج. ذكرت قصة جميلة أنه يعني أحدى كبيرات السن، يعني ودنا نعرف كيف تم التعامل معها بحيث أنه يتم تشخيص الحالة تبعها أو المراجعة، كذلك إذا احتاجت أن تأخذ الدواء أو العلاج كيف منها تحصل على هذا العلاج. جميل. لعلنا ابتداء نذكرها من ناحية أهمية لما نذكر مشروع طبيب لكل أسرة، أن يكون المراجع مسجل مع الفريق الطبي في المركز الصحي الأقرب لعنوانه الوطني. لماذا؟ لأنه كثير من الفئات المجتمع لا يستطيع القدوم حتى للزيارة التأسيسية للمركز الصحي. والقصة التي ذكرت هي كبيرة سن، فهي غير ملمة لأمانة بالمشروع كونه مشروع. غير ملمة أو غير قادرة ولا تستطيع أن تأتي للمركز الصحي لظرف أو لآخر. من خلال مبادئ أو محاور عمل هذا الفريق، استطاع الفريق أن يصل إلى هذه المراجعة، تقييم حالتها عن بعد ووصف لها الدواء. وفي حالة أنها كبيرة سن لا تستطيع الذهاب إلى وصفتي، الدولة مشكورة وفرت خدمة إيصال الدواء للمنزل. من هنا هي أخذت الخدمة الكاملة، أصبحت تشعر بالأمان الصحي أكثر، وملمة أيضا بالنواحي الخدماتية اللي بيقدمها له الفريق الطبي.
ومن هنا يأتي أهمية الدور الفريق الطبي أنه ليس فقط في المركز الصحي. نعم يعني دوره شامل كامل من إلى يعني. صحيح. في حال أنه إذا كان هذا المراجع هو طبعا مسجل في يعني في المركز الصحي في متابعة يعني اضطر أنه مثلا لأي طارئ أنه ودوه في مستشفى في طوارئ معينة. جميل. كيف يتم التنسيق ما بين هذا المستشفى ومعرفة هذه الحالة يعني التواصل مع المركز الصحي؟ جميل. احنا قلنا طبيب لكل أسرة، فاحنا نتكلم عن مبدأ الأسرة الآن. يا سلام. في أحد الحالات الواقعية للأمانة هي عائلة كريمة، بنتهم مسجلة في أحد الفرق الطبية. جميل. هذه البنت المطيعة البر بولديها، والدها كبير في السن، فجاء مر بطارئ صحي، الوالد غير مسجل في الفريق الطبي الآن لأنه بس بنته هي المسجلة. بنته هي المسجلة. أيوة. أبلغت الفريق الطبي من خلال وسائل التواصل اللي حنذكرها تباعا بحالة والدها، يعني الأمر في أصله لوالدها بينما هي المسجلة. نعم. فهي وجدت قناة اتصال دخول الآن للفريق الطبي، كيف ممكن أستفيد منها؟ نعم. بشكل سريع جدا تم التعامل مع الحالة وإبلاغها بالاتصال الهلال الأحمر مباشرة لنقل الوالد إلى المستشفى. نعم. لتلافي هذه الحالة الطارئة، فهذه من فوائد هذا النموذج في العمل. إضافة لذلك الفريق الطبي لا يعمل فقط على تقديم الخدمة العلاجية. بيعطي النصح، بيعطي التوجيه، بيعطي على سبيل المثال شخص مقبل على سفر، وشخصين مقبلين على زواج، وزوجين مقبلين على مشروع حمل، كذلك الأطفال مقبلين على دخول المدرسة، أطفال حديثي الولادة مولودهم الأول. هذه كل النصائح تأخذ من خلال الفريق الطبي. دور الفريق الطبي هنا أساسي في الموضوع. تقديم الخدمة له صور متعددة، كل حسب حاجته. نعم. فلعل إن شاء الله أن يكون أعطيتك الإفادة الكاملة بإذن الله تعالى. وفعلا إحنا بنجد أنه الفريق أشبه ما يكون بالمحامي لهذا المستفيد، بحيث أنه دائما في ظهره في أي شيء قد يحدث له، أو حتى لو كان في خارج إطار العمل معهم، بحيث أنه هم دائما اللي بيتواصلوا مع المنشأة الصحية أو مع طبيب آخر، بحيث أنه كل الداتا موجودة عندهم، يعني كل الفكرة والخطة موجودة عندهم، وهذا هو يعني يعتبر جوهر العمل اللي تقومون عليه. طبعاً. أي نعم. أحسنت دائما، الله يعطيك العافية، سباق بالأفكار. هو فعلا الآن مفهوم الطبيب لم يعد فقط فريق طبي وانتهى، هو يسمونه الطبيب المحامي أو المحامي الطبيب. يا سلام. الهدف من المشروع فريق طبي لكل أسرة أن يكون هذا المستفيد على المام تاما لديه من يحتويه في خلال رحلته العلاجية. فلو تحول هذا المراجع لمستشفى تخصصي ليجري عملية أو لإجراء طبي متقدم، نعم، بالإمكان استشارة فريقه الطبي، إيش رأيكم؟ أيه. هل أنا مناسب ما مناسب؟ إيش ممكن يكون؟ مع العلم أنه الزملاء والأخوان في الخدمات التخصصية مو مقصرين أبدا، ولكن هو لديه من داخل ضمنيا ثقة تامة بأن هذا فريق الطبي على معرفة وإلمام تام بجميع نواحي الصحية والثقافية والعائلية، ويعرف أمور قد لا تظهر، نعم، خلال فترة علاج متقدم. صحيح. وهذا هو دور الطبيب المحامي اللي تفضلت سبق ذكرته. جميل. يعني هم مستشارينه وكذلك يعتبرونهم فريق أسرته. أكيد. يعني ليس يعني. أكيد طبعا. أكيد. مكملين معك دكتور مهدي، بارك الله فيك، وما زال حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام عن فريقك الطبي لك ولعائلتك، ابقوا معنا. حياكم الله مستمعينا الكرام، عدنا إليكم وفي دقائقنا الأخيرة مع الدكتور مهدي بن محمد الراجحي. أنا حقيقة أحزن أني أقول دقائق أخيرة، لأنه بصراحة إطراءات رائعة من الدكتور مهدي، استشاري طب الأسرة، وهو مدير إدارة الرعاية الأولية المحسنة والمشرف على مشروع طبيب لكل أسرة بتجمع جدة الصحي الثاني. وصلنا معك دكتور مهدي إلى الخدمات اللي ممكن أن تقدم للمستفيد اللي هو يعتبر المراجع لدى الفريق الطبي. جميل. لما نذكر أمثلة على الخدمات المقدمة التي يستفيد منها المراجع والمستفيد المسجل على هذا الفريق الطبي، على سبيل المثال وليس الحصر، نعم، لعلي أذكر لك 6 أو 7 خدمات تواليا، وهي خدمات رئيسية للأمانة. لو ننظر لكل خدمة من هذه الخدمات على حدة لا سابنا فيها بالحديث. فمثلا عندنا العمل التقييم الأساسي لصحة المستفيد وتقديم المشورة الطبية اللازمة، وهذا هو الدارج اللي احنا نعرفه، ولكن الآن مجودة بشكل أفضل بطريقة أمثل بطريقة واضحة، والمراجع مستفيد وواعي بهذه الخدمة.
إضافة لعمل الفحوصات الدورية وجدولة مواعيدها، أصبح المراجع يأتي يأخذ خدمته ويعرف متى موعد الجاي لعمل الفحوصات غير عن موعد الفريق الطبي نفسه على سبيل المثال يعني. أيضا كذلك متابعة الأمراض المزمنة إن وجدت للتحكم بها والحد من مضاعفاتها. وإحنا اليوم نتكلم عن نسب في العالم ككل وليس في وطننا الغالي، نسب الأمراض المزمنة في تزايد مع نمط الحياة الحديث. فبالتالي هنا هو يحتاج إلى متابعة لصيقة وعلى معرفة الفريق الطبي بحالته بشكل كامل وتام. طيب الحمد لله المراجع لا يشكو من أي أمراض مزمنة، هنا لازم يعمل له فحوصات مبكرة عن بعض الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط واعتلال الدهون الربو. كذلك بعض الخدمات الاستكشافية مثل زي ما ذكرنا كشف القولون أو الكشف المبكر عن سرطان القولون وسرطان الثدي، كذلك الكشف المبكر عن هشاشة العظام، أيضا منها أخذ التاريخ العائلي المرضي إن وجد أي أمراض وراثية أو أي مشاكل صحية حتى تضمن في الملف الطبي للفرد وعائلته. وأخذها بعين الاعتبار وينتقل هذا الملف معه في أي منشأة صحية ممكن يدخل فيها. رفع الوعي، تقديم الخدمات للتحصينات للأطفال وأيضا للكبار، أيضا للحوامل، متابعة الحوامل، وطبعا مثل ما ذكرنا تقديم كافة الخدمات حضوريا في المراكز الصحية أو افتراضيا، وافتراضيا تكون عن طريق العيادة الافتراضية أو عن طريق تطبيق صحتي. يستطيع المراجع أن يدخل في ملفه الطبي ويدخل على فريقه الطبي ليجد أمامه أعضاء الفريق ويتواصل معهم عن بعد بإرسال رسائل مباشرة. دور الفريق الطبي هو الاستجابة لهذه الرسائل كل على حسب حاجته. يستطيع أيضا الفريق الوصول للمراجع، وليس المراجع هو اللي يصل في كل الأحوال، الفريق الطبي يستطيع أنه هو يتواصل مع المراجع. فرضا المراجع عمل تحليل معين واتضح أنه يحتاج زيارة مبكرة لهذا الفريق، يقوم الفريق بالتواصل معه مباشرة إما عن طريق الرسائل المباشرة أو عن طريق العيادة الافتراضية أو حتى عن طريق الاتصال هاتفيا معه لتضمينه في خطة علاجية معينة. طبعا احنا ذكرنا اللي هو منصة أو تطبيق صحتي، يقابله أيضا منصة أنات لدينا احنا ككادر طبي. منصة أنات لديها عدة خدمات رئيسية تندرج تحت ثلاث بنود، البند الأول هو العيادة الافتراضية، البند الثاني اللي هو الرسائل المباشرة اللي تو ذكرناها، التواصل مع المستفيدين كل شخص على حدة، أيضا فيما يسمى وهذه خدمة جديدة وأطلقت مؤخرا الرسائل الجماعية أو البرودكاست. الفكرة منها أنها تقدم محتوى قد يكون توعوي صحي تذكيري، محتوى هادف، محتوى موسمي، كل فريق بيرسل لي المستفيدين المسجلين معه. نعم. نتكلم عن أقل فريق يكون تحته 4000 مستفيد، هذا كحد أدنى. فلكن تتصور لما أرسل رسالة جماعية عندي في الفريق 4000 5000 6000 10000 مستفيد، كمية الفائدة المنتشرة في هذا الموضوع. فعندنا عدة قنوات. لدينا أيضا اللي هو النظام المعمول به اللي هو رقيم المعمول به داخل المنشأة الصحية، وهذا يختص أكثر بالملف الطبي. نعم بارك الله فيك. ودنا نعرف بعض الأرقام والإحصائيات دكتور مهدي عن المستفيدين اللي بيستفيدوا ما شاء الله تبارك الله، هل هناك إقبال على مسألة معرفة المراكز الصحية والتواجد فيها؟ هذه ودنا نعرفها منك. طيب جميل. احنا ذكرنا سابقا بأنه لدينا في وطننا الغالي 20 تجمع صحي. نعم. 20 تجمع صحي في مشروع طبيب أسرة تندرج تحت عدة مستويات في الإشراف عليها، تنتهي بوزارة الصحة وشركة الصحة القابضة ممثلة في الوكيل المساعد وزارة الصحة الدكتور خالد العبد الكريم مشكورا، وتنشر النشرة بشكل دوري. نعم. لدينا اليوم احنا نتكلم عن أرقام متنامية بوتيرة سريعة للأمانة. نعم. عندنا أكثر من 2003 مركز صحي مفعل فيها الفرق الطبية على مستوى المملكة، لدينا أكثر من 4830 فريق طبي منتشر ما شاء الله يقدم هذه الخدمات التي ذكرناها بشكل كامل وأكثر. عدد المسجلين المستفيدين على هذه الخدمة مع فرقهم الطبية تجاوز 20,300,000 مستفيد ما شاء الله. نعم. التواصل المباشر زي ما ذكرنا والتواصل عبر رسائل جماعية، الرسائل الجماعية عدد الرسائل ذات المحتوى الهادف تجاوز 53,400 رسالة. احنا نتكلم بس عن آخر سنة ونصف يعني من نعم. تاريخ اليوم إلى بداية 2023. الناس التي استفادت من هذه الرسائل تجاوز عددهم 17 مليون مستفيد، هذا على مستوى المملكة. التجمعات الصحية تنطلق تباعا، فمثلا أنا أعمل اليوم في تجمع جدة الصحي الثاني ويعتبر من التجمعات الحديثة انطلاقا. للأمانة النمو عالي جدا ووعي الناس ومعرفتهم بأهمية هذا المشروع بشكل جيد ومرضي للأمانة. يعني لو احنا عندنا اليوم في تجمع جدة الصحي الثاني تحت قيادة سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ الدكتور شادي الخياط، اليوم احنا نصل إلى أكثر من 984,000 مستفيد فقط في تجمع جدة الصحي الثاني. لدينا تجمع جدة الصحي الأول رقم مماثل، يعني احنا فعليا تجاوزنا 2 مليون. نعم. حتى هذه اللحظة عندنا الزيارات المسجلة
في تجمع جدة الصحي الثاني أكثر من 88,000 زيارة ومستفيد. الرسائل الجماعية قفزت في بداية 2023 من 1150 رسالة احنا او مستفيد من الرسائل. احنا اليوم نتكلم عن 376,000 مستفيد من هذه الرسائل، والعدد في نمو. المستهدفات حتى اللي بنضعها داخليا ضمن نطاق عملنا بفضل الله ثم بوعي الناس احنا بنوصلها وبنتجاوزها، واحنا كلنا تحت رسالة وتوجيه القائد الملهم صاحب سمو الملك الامير محمد بن سلمان سمو سيدي ولي العهد باننا طموحنا يفوق عنان السماء، ومنطلقين في هذا الجانب باذن الله، وراح نقدم الاكثر ولعلها فرصه. احنا عندنا ايضا جانب مهم جدا اللي احنا نسميها المشاركه المجتمعيه. نعم. تواجدنا مع شخصكم الكريم وفي اذاعه الف الف يندرج ضمن هذا النطاق، وهو قناه اتصال مع الناس للوصول اليهم بكافه الوسائل. ننوه باهميه تسجيل المراجعين على الفرق الطبيه في المراكز الصحيه الاقرب لعنوانهم الوطني حتى يحصلوا على الخدمه بشكلها الافضل وبالطريقه الامثل. نعم، وبما انك ذكرت موضوع انه التسجيل والتواصل، ودنا نعرف المنصات اللي يتم التواصل من خلالها. جميل. المستفيد يستطيع التسجيل من خلال تطبيق صحتي مباشرة بالذهاب عبر الخيارات إلى ملفي الطبي ومن ثم فريقي الطبي. الخطوات جدا سهلة. فريقي الطبي يحدد المركز الأقرب لعنوانه الوطني ومن ثم اختيار الفريق. نعم. البعض انتقل من حي لحي أو من مدينة لمدينة، يستطيع التغيير في لحظة ويذكر بس أسبابه في حال طلب منه ذلك، وغالبا الأمر مفتوح إن شاء الله بإذن الله. أيضا يستطيع الممارس الصحي أو العضو الفريق تسجيله من خلال محطة الاستقبال ومحطة الفرز الطبي والعلامات الحيوية وكذلك الطبيب نفسه، والموضوع في اتساع. فإذا كنت تملك فريق طبي لعلك تسأل عن الخدمات أو المتاحة لك، إيش الأشياء اللي ممكن تستفيد منها. نعم. إذا لم تكن مسجلا فإحنا نوه ونحرص عليكم أنه الله يعطيكم العافية من اليوم بادروا بالتسجيل وعلى الفرق الطبية بالمراكز الصحية الأقرب لعنوانكم الوطني. نعم، والله فكرة شاملة وكاملة، يعطيكم العافية والله دكتور مهدي، ودور حقيقة فعال وقوي أن تقدم من خلالكم من خلال المراكز الصحية التي حقيقة جددت ويعني فعلت الدور يعني مع دورها الصحي مع كل المستفيدين بشكل كبير. إن كان هناك من كلمة تقولها في نهاية هذه الحلقة للمستمعين والمستمعات حول دوركم مع الفرق الطبية التي تعمل من أجل أن يستفيد الكل منها. أنا أشكركم أولا على الاستضافة الكريمة، وإحنا دائما منفتحين لكل ما هو مفيد، ونتمنى أننا نكون عند حسن ذائقة المستمع الكريم، وما وجدنا إلا لخدمتكم في أي وقت وفي أي زمن، والله يحييكم في وقت. الله يحفظكم دكتور مهدي بن محمد الراجحي، طبيب استشاري طب الأسرة ومدير إدارة الرعاية الأولية المحسنة والمشرف على مشروع طبيب لكل أسرة بتجمع جدة الصحي الثاني. الشكر لكم أيضا مستمعين الكرام على طيب الاستماع. شكر للزميل عبد العزيز السحيم من إخراج هذه الحلقة، وهذه الحلقة لكل من أراد أن يستفيد منها أن يعود إلى الفوائد وكذلك المعلومات المثرية اللي ذكرها الدكتور مهدي، بالإمكان الرجوع إليها إلى قناة الإذاعة في اليوتيوب بحيث أنه يستمع ويستفيد لهذه الحلقة التي هي بعنوان فريقك الطبي لك ولعائلتك. في أمان الله، تحية من أنا عادل برباع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.